المتخصصين في التغذية، كما سنرصد رد فعل الجمهور على ذلك. خليكم معنا بعد الفاصل، ولكن دلوقتي هنفكركم بأسئلة حلقة النهاردة مرة تانية. السؤال الأولاني بيقول: كيف استقبل المصريون تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أكد أن اللحوم المصنعة كاللانشون والبرجر تسبب السرطان؟ هل يمكن الاستغناء عن اللحوم المصنعة في حياة المصريين؟ السؤال الثالث بيقول: هل يؤدي هذا التقرير إلى مزيد من ارتفاع أسعار اللحوم العادية والسلع الغذائية بشكل عام؟ فاصل قصير وهنرجع بعده نكمل حلقة النهاردة من رأيك بصوتك، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مره اخرى، وزي ما قلنا قبل الفاصل ان موضوع الحلقه هو التقرير اللي اصدرته منظمه الصحه العالميه، واكدت فيه ان اللحوم المصنعه كاللانشون والبرجر، واكد المسؤولين في منظمه الصحه العالميه ان تناول 50 جرام من اللحوم المصنعه يوميا اقل من قطعه سوسيس واحده بيساهم في رفع فرص الاصابه بسرطان القولون بنسبه 20%. طيب معانا الدكتور عبد الرحمن عطيه، هو عميد كليه الاقتصاد المنزلي سابقا واستاذ الصناعات الغذائيه. مساء الخير يا دكتور عبد الرحمن. اهلا، مساء النور يا فندم. حضرتك يعني متابع معانا الحلقه وتقرير منظمه الصحه العالميه اللي قالت ان تناول اكثر من 50 جرام من اللحوم المصنعه يوميا يعني بيزيد فرص الاصابه بمرض السرطان والعياذ بالله بنسبه 20%. مدى صحه هذا التقرير يا دكتور؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عندنا اللانشون والهامبرجر بيصنعوا من اللحوم والمواد الدهنية والتوابل، فهذه المصنعات عندما يتناولها الانسان بيبقى معرض للإصابة. ولذلك ان احنا بنقول ان المشكلة مش مشكلة اللحوم ولا الدهون، المشكلة في المواد المضافة للمنتجات دي، سواء كانت هامبرجر او لانشون او سجق، حيث انها تضاف بعض المواد زي النترات والنيتريت. هذه المواد النترات والنيتريت بتتفاعل مع هيموجلوبين الدم، في النهايه بيتكون حاجه اسمها نيتروز امين. نيتروز امين ده احد مسببات السرطان، ولذلك ان الانسان لما بياكل 20 او 30 او 50 جرام من هذه المنتجات بيبقى معرض للسرطان، ماهوش من اول جرعه ولا حاجه، لا ده لما بيتناول على طول باستمرار في اكله، سواء كان صباحا مساء الحاجات دي كلها، فيتراكم نيتروز الامين داخل الجسم، وبالتالي نلاقي ان الاعراض التي تنتهي بالانسان اول حاجه ان هو ما يقدرش يطلع السلم، يحصل له نهجان، بعد كده بيقل التنفس، بعد كده بيضيق التنفس، بعد كده بتؤدي في النهايه الى موته. وبالتالي بنحذر الناس من كثره تناول هذه المنتجات، وخاصه منتجات اللحوم التي لا تتبع المواصفات القياسيه، لان هو لو اضاف النتريت او النترات بالنسب المسموح بها فلن يتعرض الى الاصابه بالامراض.
طيب دكتور عبد الرحمن، يعني يمكن عندنا في مصر كل شويه الصحافه يعني بتبقى متابعه يعني عمليه تصنيع اللحوم، وكثير وزاره الصحه ومباحث التموين بتخش تفتش على المصانع او مصانع ماركات معروفه، بتلاقي ان هي غير مطابقه للمواصفات بالمره، وفي يعني ما بيستخدموش بقى لحوم، بيستخدموا حاجات تانية كتير بتضاف الى اللحوم، يمكن اللحوم يعني غير صالحه للاستخدام. لا هو ما بيضيفش حاجه ثانيه، هو اوحش حاجه واكثر خطوره هو النترات والنيتريت. النترات والنيتريت اكثر حاجه خطوره تضاف لمنتجات اللحوم. طيب النيتريت والنترات. طيب حضرتك تنصحنا ان احنا نتعامل مع اللحوم المصنعه ازاي؟ ان احنا ايه عدم تناول هذه المنتجات يوميا. يعني دلوقتي احنا يا فندم في الاسبوع كفايه، يعني مثلا الولاد وهم رايحين المدرسه دايما بياخدوا سندوتشات لانشون، سندوتشات سلامي. نعم ايوه، ما انا اقول لك، يوم ياكلوا سجق، يوم ياكلوا جبنه، يوم ياكلوا بيض، يوم ياكلوا سندوتشات فول، سندوتشات طعميه، يوم بطاطس، الحاجات دي كلها، لكن مش كل يوم نديهم ايه همبرجر او لانشون او سجق. طب هل فيها فايده يا دكتور عبد الرحمن؟ يعني ماشي هي بتضر، لكن هل فيها فايده؟ يعني اما اكل ساندوتش لانشون هل في فايده بتعم على الجسم؟ الفايده ايه؟ ان هو بروتين حيواني. طب ما انا اكل حته جبنه هي بروتين حيواني، اكل بيض هي بروتين حيواني، ايه الفايده؟ تمام. لكن انا ما اخدش عشان اخد فايده الاقي نفسي بالضرر، لا انا بقول ايه، وبالتالي هنا بقى ايه المصانع بتتيقظ ان الناس دي ما اقبلتش على المنتجات دي، لانها بتحط كميه نترات كتيره، وبالتالي بيعدلوا من انظمتهم وبيحطوا كميه النترات الايه القياسيه المناسبه لهذه المنتجات. طيب دكتور عبد الرحمن، هو ما ينفعش صناعه لحوم من غير ما نزود لها مواد الكيميائيه اللي بتضر بصحه الانسان؟ لما بيصنعوا اللحوم من غير النترات والنيتريت ما يديش اللون الاحمر الزاهي، واحنا كشعب او دول العالم كلها، بلاش الشعب المصري، دول العالم كلها بياخد الهمبرجر واللانشون والسجق عشان اللون الوردي. عشان ايه؟ اللون الوردي. وبيدل اللون الوردي على ان هذه المنتجات مصنوعه من منتجات لحوم جيده. فكون ان ايه؟ ان انا ما احطش النترات والنيتريت هلاقي المنتج بهتان، وبالتالي لما يكون المنتج بهتان مش هيقدروا ايه؟ يتناولوا هذه المنتجات. طيب في سؤال تاني يا دكتور عبد الرحمن، يعني انا ما بخش مثلا اشتري مثلا علبه بلو بيف من اي شركه، يعني مش هنقول اسامي، بتبقى علبه البلو بيف دي مثلا 250 جرام او 200 جرام، وبيبقى ثمنها اقل من ثمن اللحمه اللي بشتريها من عند الجزار، فانا بقتنع بقول لي اكيد مش حاطين فيها لحمه، حاطين فيها اي حاجه تانية غير اللحمه، عايز افهم القصه دي. لا هو علبه البلو بيف هي مش لحمه بس، لا دي منتجات فول صويا كمان معاها. علشان كده ثمنها بيبقى ارخص، يعني بتقلل من ايه السعر بتاعها. تمام. طب وهل هي مش لحمه سر؟ لا مش لحمه سر. طيب هل يا دكتور يعني هي مضره تماما على صحه الانسان؟ يعني ما انا قلت لك لو كان تركيز النترات والنيتريت بنسبه عاليه هيضر. تمام. تناولها بكثره. تمام. ليه؟ لان بيخزن الجسم النيتروس امين في الجسم، ويفضل يخزنه، وبعد كده بيحصل اعراض زي ما انا قلت لك، ان هو يحصل ايه؟ ان ما يقدرش يقطع السلم، بعد كده ضيق التنفس، بعد كده يحصل اختناق، بعد كده تؤدي الى الوفاه. ما هو يا فندم دي تقريبا اعضاء المدخنين، يعني اللي بيدخن بشراهه نفس الاعراض اللي حضرتك بتتكلم فيها. طيب ما هي الاعراض دي برضه هي اعراض السرطان اللي بتؤدي للسرطان. طيب التقرير اتكلم عن ماده الزرنيخ، الزرنيخ ده بيدخل في صناعه ايه يا فندم؟ الزرنيخ ده عباره عن ايه؟ ما بيدخل في بعض ايه؟ من المنتجات الحيوانيه، من العليقه، من اللي هي بياخدها الحيوان، او ان هو ممكن الزرنيخ ده بتكون هي وسيلتها وحاجتها من العليقه. طيب تمام. اخيرا دكتور عبد الرحمن، بالنسبه للخضروات المحفوظه في الثلاجه في السوبر ماركت زي البسله او زي شوربه الخضار او الملوخيه او الباميه، هل دي فيها خطوره برضه يا دكتور ولا دي عادي؟ لا البسله والخضار والحاجات دي ما فيهاش حاجه، دي مواد ايه بتفيد الانسان. لا يعني طريقه تخزينها او يعني ما باخدها في كيس مجمده. هي مجمده ويبقى افضل. تمام. بنشكر الدكتور عبد الرحمن عطيه عميد كليه الاقتصاد المنزلي السابق واستاذ الصناعات الغذائيه. معنا الدكتور نبيه عبد الحميد وهو مدير معهد تكنولوجيا الاغذيه الاسبق. دكتور نبيه مساء الخير وازي حضرتك؟
مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. دكتور نبيه، يعني موضوعنا عن تناول اللحوم المصنعه، طيب هل اللحوم يعني بوجه عام يا دكتور بتصيب الانسان باي امراض، او تناولها كثيرا يعني غلط او ضار على صحه الانسان بوجه عام سواء اطفال او كبار؟ هو المفروض ان نتناول كميه محدده من البروتين يوميا في حدود 8 من 10 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، ده في خلال 24 ساعة. محسوب منهم البروتين موجود في العيش، الموجود في الفول، الموجود في كل المكونات، فالإنسان لا يحتاج إلى كمية كبيرة من اللحوم في اليوم أو كل يومين. يعني هو ليس من الضروري أن يأكل الإنسان لحوما كل يوم، وليس من الضروري أن يأكل أكثر من 100 جرام للفرد. وبالتالي إحنا عندنا إسراف كمية المأكولة بالنسبة للفرد، ودي بتسبب مشكلة، لأنه الإنسان لا يخزن البروتين، البروتين يعني يستخدم يوميا، أو لازم يعني يحرق، يتم حرقه كيلو يعني. النهاردة نعم. مش معناه أنه هينفع الأسبوع كله. أنت محتاج النهاردة 100 جرام بس. الزيادة ده بيضر الجسم. بص، اقتصاديا غلط. ليه بقى؟ لأنه بيستخدم كمصدر للطاقة. أنا العيش مصدر للطاقة كويس، الرز مصدر للطاقة كويس، فتخيل انت بتسيب 100 جرام بخمس قروش اللي هو رغيف العيش المدعوم، وتجيب مكانهم 100 جرام ب60 قرش، ب6 جنيه ولا 7 جنيه لحمة يعني. تمام، ايوه فعلا. وبالتالي انت اقتصاديا خد احتياجاتك فقط، لانه الزيادة لا تخزن وتستخدم في انتاج طاقة من مصادر مكلفة. طيب يعني هي دي نقطة مهمة جدا دكتور نبيه، يعني الأكل لا يخزن، يعني أنا مثلا النهاردة ما أجي أقول أنا هاكل لحمة كتير، البروتين لا يخزن، يعني ناكل لحمة كتير النهاردة علشان أنا بكرة عندي شغل كتير، ده ملوش علاقة بالموضوع ولا ينفع. ويقول لك يعني أنا النهاردة في عندي في العيد وموسم ووسع على عيالي، الكلام ده كله عادات سيئة وغير سليم. الحاجة الثانية إنه طريقة الطهي، يعني احنا يعني طريقه الشوي عايزين نقلل منها بقدر الامكان، لانه عمليه شوي اللحمه في على اللهب المباشر او على النار المباشره بتحرقها، بتؤدي لتكوين مركبات بنسموها البنزوبيريدين، مركبات كلها قريبه من ان هي قد تؤثر او تبقى قد تكون مسرطنه. وبرضو عايز يعني اعلق شوية على حتة انه امراض السرطان ليس لها سبب واحد، الاكل هو احد اسبابه، ولكن هناك التدخين، هناك التلوث العام، هناك ايضا استخدام الغير سليم لبعض المواد الحافظة، كل دي اسباب متداخلة. طب دكتور يعني نبيه، يعني انا عايز النقطه دي تحديدا، اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل اتفضل. ما اقدرش ان اقول ان هناك سبب واحد يؤدي الى السرطان عليه. طيب انا باخد الاسباب العامه، يعني لازم نقلل التدخين، نقلل الوزن، لازم نتحرك، عندنا حركه بصوره، احنا عندنا يعني اقل شعوب طيب العالم. طب يا دكتور نبيه، يعني انا يعني من خلال يعني تعاملي مع اوروبا مثلا، او سافرت او زرت هذه الاماكن، هناك الناس عايشه بشكل صحي جدا، بياكلوا كميات محدده، بيلعبوا برياضه، التدخين قليل، ولكن اعلى نسبه اصابه بمرض السرطان في اوروبا، يعني فيعني هل ده مش حاجه غريبه شويه ولا ده؟ نتكلم على الوراثه. عندنا وراثه جزء من الاسباب، عندنا الوراثة، التلوث، التدخين، النمط الغذائي واسلوب الاكل. تمام. كل دي اسباب متداخلة. طب دكتور نبيل، احنا عايزين نقول ايه المشكلة عندنا في الغذاء بالنسبة للشعب المصري. عندنا نسبة زيادة الوزن والبدانة بقت اعلى نسب بالنسبة لمنطقة الافريقي، يعني بقت عندنا، وفي نفس الوقت تلاقي الام بدينه والاب بدين والاطفال عندهم تقزم ونقص وزن في نفس الاسره. يعني عندنا مشاكل تغذويه كتيره جدا لابد ان توضع لها حلول. عندنا الانيميا، يعني للاسف
60 ل 40 40 ل 60% من الاطفال عندهم انيميا في سن المدرسه، وبالتالي عنده التحصيل الدراسي يعني منخفض جدا، عنده الاستيعاب منخفض، عشان كده الدروس الخصوصيه ماليه الدنيا. التغذيه اساس اي تقدم في اي دوله، في التغذيه السليمه المتوازنه اللي الانسان بياخد احتياجاته فقط. احنا بناخد 4000 سعره حراري والانسان بيحتاج 2500، ولا نتحرك ولا نحرق اي كميه منها. ايوه صح. طب دكتور عندنا نبيل، عادات سيئه جدا، الاكل بالليل، الاكل بالليل يا دكتور والنوم على طول، يعني الناس بترجع من شغلها تقعد تاكل 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 وبعد كده تخش تنام، ويقول يصحى الصبح يقول انا تعبان، ما هو ده بيتعبه اكيد. طبعا بالتاكيد، لا ما فيش حركه. خد اولا احنا لازم يبقى مواعيد الاكل قبل النوم على الاقل 3 4 ساعات، لان عمليه الهضم بتاخد 6 ساعات. الحاجه المهمه انه لازم يكون في حركه، في رياضه، لازم لازم. يعني دلوقتي الزهايمر ثبت انه الحركه والرياضه مع التغذيه المتوازنه بتخليه مش موجود او بتاجله، تاجل ظهوره في الاعمار الكبيره. عندنا زياده الوزن بيستتبعها ظهور امراض تصلب الشرايين، ظهور النسبه كبيره جدا من المصريين دلوقتي بقى عندهم مرض السكر النوع الثاني نتيجه زياده الوزن والبدانه. عندنا مشاكل كتير، عندنا مشاكل كتير. انا بستغرب الجماعه بتوع دبليو اتش او بيتكلموا كلام تجاري، يعني احنا نركز على مشاكلنا. عندنا مشاكل كتيره جدا. طب يعني اللحمه المصنعه يا دكتور نبيه مش انا مش عايز اولا ليه ناخد لحمه مصنعه؟ يعني الاطفال بيحبوا يعني مثلا سندوتشات اللانشون او السلامي او الباستيرما الام الام تعملها في البيت لانها ضمن الخلطات وضمن ضيفه ايه. وبعدين لانه عندنا الهيجين سيستم داخل بعض المصانع محتاج الى هزه كبيره جدا. يعني لازم نطبق نظم اللي هي تضمن سلامه الغذاء داخل المصانع كلها، اللي هي بتتسمى تحليل المخاطر، وده مش موجود الحقيقه، ما عندناش قوانين بتلزم الشركات بتطبيقه حتى الان. فعايزين نتكلم في الحاجات دي، الرقابه الذاتيه داخل المصانع، واحنا ما زلنا بنتبع اسلوب الرقابه على المنتج النهائي، مع ان الرقابه لازم تبدا من بدايه التصنيع ومن بدايه سلسله تداول الغذاء. لازم نطبق هذه النظم العالميه. طيب دكتور نبيه اخر سؤال، يعني الاغذيه اللي هي المحفوظه اللي هي الخضروات وما الى ذلك زي الباميه والبسله والملوخيه، الحاجات اللي بتبقى موجوده في السوبر ماركت دي برضو عليها نفس زي فيها ضرر زي الاغذيه؟ لا ضرر ايه، هي اولا هي بتصنع باقل خطوات تصنيعيه، هي بتعمل لها عمليه سلق سريعه جدا عشان بتوقف عمل الانزيمات، وبعدين بتتجمد فاست فريزنج، يعني دي ما فيهاش مشاكل دي؟ لا ما فيهاش مشاكل. وبعدين يعني المطلوب تكون موجودة، لأن احنا عندنا هجرة لطبق الخضار وطبق السلطة، يعني منسي تقريبا. طب ما هو دكتور احنا ما بنيجي ناكل سلطة بيقولوا ان الخيار بقى صوب وبتحط له مواد كيميائية، ونفس الحكاية الطماطم، يعني اصبح الواحد بقى بيخاف ياكل طماطم وخيار. بص حضرتك، ايا كان اللي فيها ما نغسل كويس، كل الاضافات اللي هي بتحط على الحاجات دي الغسيل بيشيل 95% منها، هيفضل اثار بسيطه مش هتاثر علينا، بس ناكل منها. يعني انا انادي بانه طبق السلطه يبقى طبق رئيسي جوه المعده المصريه، وايضا طبق الخضار المطبوخ والفاكهه. احنا اقل الشعوب استهلاكا للفاكهه، احنا بننتج 22.5 مليون طن ل 30 مليون طن فاكهه وخضر. يعني كلام مركز. بنضيع منهم 30% فاقد وبناكلش. بناخد عندنا فاكهه من اكبر الناس اللي منتجين فاكهه وما بناكلش فاكهه، وده فعلا الدكتور نبيه عبد الحميد، احنا بنشكر الدكتور نبيه عبد الحميد شكرا جزيلا، مدير معهد تكنولوجيا الاغذيه الاسبق. يعني مشاهدينا الكرام، يعني دي كانت مع اراء الناس المتخصصين في عمليه الاكل. احنا بنحاول ناكل يعني بشكل طبعا خاطئ تماما، كل الناس، مش في ناس بتاكل بشكل خاطئ وناس لا. طيب احنا معانا راي الناس في هذا الموضوع في الشارع، ونرجع نكمل الحلقه. ما بحبش اجيب الحاجات اي حاجه مجمده من بره، ما بحبش فيها عشان الكيماوي والبتاع والمواد الحافظه والكلام ده، فبجيب كده كده لحمتي العاديه. يعني اللحمه الصناعيه طبعا بتسبب السرطان، لان انا اصلا ما اعرفش تعمل من ايه، تعمل من فشه، بتعمل من كرشه، بتعمل من عظم، ما نعرفش تعمل من ايه، وهي فعلا اللي بترفع سعر اللحمه الثانيه.
لان الاقبال بيبقى عليها كتير عشان الناس معهاش، بيخلي اللي معاه هو اللي يجيب اللحمه الغاليه. اللحوم اللي هي المصنعه واخد بال حضرتك دي اساسا المنشا بتاعها ما نعرفش اصله ايه، ممكن تكون جايه من مثلا دول من بره واخد بال حضرتك، انما سوء التخزين بيؤدي الى فسادها. وطبعا عندنا تجار جشعين ممكن ياخدوا اللحوم الفاسده ديت ويحطوا لها مواد حافظه بحيث يديها اللون الاحمر الطبيعي بتاع اللحم. لسه سمعنا عن المشكله في امريكا دلوقتي كمان حتى في العم المصنعه هناك، ان في هناك حاجه فاسده، وكان عندنا من فتره كده اشاعه الله اعلم اذا كانت مظبوطه ولا لا ليا في الفيوم، فبالتالي ده كله ياثر طبعا على سعر اللحوم لان الناس هتبدا تاثر تخاف من اللحوم ومحدش هيقبل عليها اقبال جامد. يعني في طائفه كبيره جدا من الناس من الشعب عندنا بيعتمد على اللحوم الجاهزه او سوسيس او 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 سريعه وسعرها على قد شويه ممكن يمشي مع الناس كلها. الفتره اللي فاتت دي كلها بعد كذا حاجه اللي بانت فيديوهات نزلت على النت وكده اللحوم الفاسده او او الناس بدات تتجاهلها شويه وراحت للحوم البلدي، بس انت عندك الاسعار عاليه جدا فبقى في هنا مقاطعه وهنا نزلت حمله مقاطعه للحوم البلدي، فالموضوع اللي هو ما تاكلش احسن خالص، فاهم قصدي؟ اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في برنامجنا رايك بصوتك. احنا بنتكلم عن اللحوم المصنعه وان في تقرير طلع من منظمه الصحه العالميه بيقول ان هذه اللحوم بتسبب امراض السرطان ونعوذ بالله. طبعا احنا يعني خدنا راي العديد من المتخصصين، ولكن معنا دلوقتي الدكتور محمد مسعود وهو استاذ تغذيه الانسان في مركز البحوث الزراعيه. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دكتور محمد، يعني مدى صحه تقرير منظمه الصحه العالميه؟ الحقيقه انا عاوز اقول هو ربنا عمره ما خلق حاجه ضاره الانسان، لان الغذاء اما داء اما دواء، وانا اخشى ما اخشاه أن يكون تصريح منظمة الصحة العالمية الورلد هيلث أورجانيزيشن أصبح مسيس، لأن موضوع الإصابة بالسرطان هناك العديد من الدراسات الوبائية كانت بتعمل علاقة ما بين الكمية المأكولة من اللحوم والاستعداد أو ميل أو قابلية الإنسان للإصابة بالسرطان في أجزاء مختلفة من الجسم، مثل سرطان البنكرياس، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان البروستاتا، وحتى سرطان بطانة الرحم. هناك تقارير ذكرت عكس ذلك تمام، حيث ذكرت بعض الدراسات أن مرخص 11 حالة تمت دراستها على سرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان الثدي، أوضحت أن البيانات المتاحة لا تمدنا بإثبات مقنع، ولكن ربما تؤدي إلى بعض الإصابة، لكن مش إثبات حقيقي إن أكل اللحوم أو المصنعات بتاعة اللحوم بتصيب الإنسان بالسرطان. نيجي للنقطة اللي هي هل لو شلنا اللحمة من الأكل هنقلل الإصابة بخطر الإصابة بالسرطان؟ لا، ودي دراسات اتعملت بره في أوروبا مش بس داخل مصر. لكن عاوزين نقول إن هناك في حالتين ممكن يؤدوا الى ظهور امراض السرطان بانواعها في اجزاء مختلفه من الجسم نتيجه من استهلاك ليس اللحوم بل اطعمه مختلفه، بل احنا بنركز النهارده على اللحوم
او اللحوم المصنعه او مصنعات اللحوم. ليه؟ لان طريقه الاعداد والطهي وطريقه حفظ الاغذيه الحاجتين دول هم العاملين المؤدي الى الاصابه بالسرطان، زائد قابليه الجسم وبيولوجيا الجسم هي اللي ممكن الانسان يصاب او ممكن لا يصاب. لان اثناء الطهي بتاع اللحوم في مركبات بتتكون، بيحصل تفاعل ما بين بعض الاحماض الامينيه الاساسيه زي حمض اللايسين ووجود السكريات. لما بيتعمل ده مثلا على الجريلد ميت في اللحوم المصنعه في الريستورانات المختلفه والمطاعم المختلفه، فبتؤدي لوجود تفاعل اسمه ميلر رياكشن بتنتج عنه اللي هو البني، بتنتج عنه روائح محببه لدى الانسان، بتنتج مركبات، الاف المركبات قد تضر بصحه الانسان وقد تؤدي الى ظهور السرطان. ايضا طريقه حفظ الاغذيه، بعض الاساتذه دكاتره وبعض الناس يمكن يتكلم على موضوع النيتروزامين وان نترات والنتريت اللي بتضاف على اللحوم المصنعه في مثلا صناعه البسطرمة او اللانشون، بس انا عاوز اضيف اضافه ان النترات والنتريت اللي ممكن تكون مركبات النيتروزامين مش بتضاف بس للحوم المصنعه عشان المحافظه على اللون الاحمر، ولكن ايضا علشان منع نمو ميكروب الكلوستريديم بوتشيلينيم اللي يؤدي الى حدوث التسمم البوتشوليني، وده خطر اخطر من ان انا يعني ده خطر مميت يؤدي الى الشلل. وبالتالي ممكن ان انا اقلل من اضافه النترات والنتريت بان انا اضيف حامض الاسكوربيك او فيتامين سي، وممكن اضيف بعض الفيتامينات زي الالفا توكوفيرول او فيتامين اي، ده هيقلل من اضافه النترات والنتريت كماده حافظه وبتشوه الشيلف لايف بالنسبه للمنتج. لكن في الاساس قابليه الجسم نتيجة تكون مركبات مثلا أثناء الشوي زي مركبات 3 و 4 بنزبايرين، دي بتتكون على السطح نتيجة وجود اللهب المباشر على اللحوم، فهذه المركبات بتصبح سامة وهذه المركبات مسرطنة، لكن إلى أي كمية هيستخدمها الإنسان؟ يبقى احنا بنتكلم عن الكمية المسموح بيها أو الكمية المحببة للإنسان اللي ممكن يتناولها. الإنسان اللحوم بيتناولها لاستساغه الطعم والطعم الجميل المقبول، ودي احد الاسباب ان الانسان بياكل كميه كبيره من اللحوم. ومن الممكن التغلب على هذه المشاكل اللحوم المصنعه جزئيا باضافه بعض المواد الغذائيه زي الخضروات والمواد المنبته مثل الحلب او الشعير والفول المنبت. الحاجات دي لما بتضاف بتقلل من المواد المتكونة اللي هي البولي سايكليك هيدروكربون اللي بتؤدي لوجود المواد المسببة للسرطان. نعم. طيب يعني كمان في حاجة، طب احنا هنفترض زي ما قالت منظمة الصحة العالمية ان اللحوم واستهلاك اللحوم او المصنعات بيؤدي، طب انا وانا استهلكت لحم احمر فقط دون اضافة، ما هي المخاطر من استهلاك اللحم الاحمر فقط على الانسان؟ هل هو هيؤدي لوجود السرطانات؟ المركبات اللي بتستخدم في اثناء تغذيه الحيوان زي المواد المضاده للميكروبات والمواد المهدئه اللي بتتحط للحيوان والبروس بروموتر المواد اللي بتسمح بالنمو والمواد اللي بتزود زياده في انتاج اللحوم، كل المواد دي ريزيدوال او الجزء المتبقي منها قد يكون عاملا بيهيئ الجسم للاصابه بالسرطان. لكن حتى الان لا يوجد ادله قاطعه في العلم تقول ان استهلاك المصنعات او استهلاك اللحوم يؤدي الى امراض السرطان. طيب يعني يا دكتور محمد احنا نقول للناس تستخدم اللحوم المصنعه او اللحوم الحمراء، بحضرتك ذكرت اللحوم الحمراء يعني اللحمه اللي بتيجي من عند الجزار العاديه. يعني دلوقتي احنا ناكل ولا ما ناكلش؟ انا عايز اكل يا دكتور. بس الكميات ما تبقاش كبيره. تمام. يعني بالنسبه يعني للاطفال مثلا اي حد عنده اولاد بيروحوا المدرسه بيحتار يعني ان هو يديهم سندوتشات ايه معاه، فبيضطر مثلا يوم يديلهم لانشون، مره يديلهم جبنه، مره تونه. ده كلام مظبوط. يعني نركز في حاجتين حضرتك عشان مش هنقدر نمنع الناس ان هي تاكل من اللحوم. مش هنقدر يعني مش هتاكل لحم حمراء ولا لحوم مصنعه ولا هتاكل في اماكن. وكمان اللحوم اللحم الاحمر فيه حاجتين مش موجودين في النباتات،
ايوه الاحماض الامينيه الاساسيه وفيتامين ب 12 دول مش موجودين في النباتات. يعني لا، فاحنا لازم نكمل. كما انه بيحسن الاستفاده من الحديد اللي هو احد اسباب الانيميا، بيحسن الاستفاده من الحديد حتى لو خدت كميه قليله من اللحوم مع كميه من النباتات اكبر، فبيحسن من الحديد اللي موجود حتى في النبات عشان الجسم يستفيد منه. ممكن نستخدمه، بس احنا بنتكلم على نقطتين يمكن ربما احد الدكاتره او احد الاساتذه يمكن لفت النظر ليها، واللي هي ان احنا ازاي نعمل كواليتي كنترول على المنتج بحيث انه يستخدموا المواد المضافه بالكميه المسموح بيها وليس بالكميه الكبيره. طيب يعني دكتور محمد، يعني ما هو بعض يعني كل حاجه احنا بناكلها تقريبا بتخش في مراحل تصنيع، يعني رغيف العيش مثلا دقيق وميه بيبقى عجين وبعدين بيخش جوه فرن، طب ما هو انا اضمن منين برضو اللي بيستخدم الحاجات دي بيكون على مستوى مثلا بيتبع معايير النظافه او بيتبع معايير؟ ده سؤال جميل جدا. يعني مثلا الافران بتبقى موجوده في اي اماكن؟ الافران البلدي بالضبط. مثلا بالضبط هنا يجي دور الاماكن الرقابيه، الاماكن الرقابيه، وانا باكد على ان هناك في مصر، في جمهوريه مصر العربيه، من المعامل ما هو مهيئ لان هو يحلل ويدي نتائج دقيقه. بمعنى ان العينات اللي طالعه من المصانع واللي داخله جوه المصانع لابد من الرقابه عليها، سواء كانت على المواد المضافه على الاغذيه، سواء كان على الاغذيه. وبالتالي انا اقدر اعمل كنترول في النواحي دي. طب هو يا دكتور مش العيش بيخش فيه برضه بعض المحسنات والكحك والبسكويت والحاجات اللي زي كده، الحاجات العاديه يعني ما فيهاش لحوم، مش بيبقى فيها برضه مواد كيميائيه ولا دي بتبقى خاليه من المواد الكيميائيه؟ خلاص، يبقى معنى ذلك ان احنا هنمنع الاكل كله ولا هنضطر ان احنا ناكل؟ انا قلت لحضرتك ندي نوعين من الحلول. ايوه. الحل الاولاني ثلاث حلول، ان انا اقلل من الكميه المستهلكه من اللحوم، اخد الكمية اللي ممكن تناسبني بحيث ان حتى صحتي ما تتأثرش، نمرة واحد. نمرة اتنين ان انا اعمل مراقبة جودة على المصانع والمنتجات اللي داخلة واللي طالعة. نمرة تلاتة ان انا اضيف بعض المواد الغذائية، سواء كنت باكل لحوم مصنعة او غير اللحوم المصنعة، او باكل فراخ او باكل اي انواع من الاكل، لازم ان انا اضيف عليه الخضروات وبعض المواد المنبتة، اللي هي المواد المنبته اللي هي يعني الفول، حلبة منبته، شعير منبت، فول يعني ده استخدام ان انا اضيفها كسلطه، اضيفها كخص، كخيار. هذه المواد فيها مواد، فيها بعض المواد الغذائيه اللي بتقلل من ضرر المواد السامه اللي ناتجه، سواء كانت للحوم المشويه او اللحوم المصنعه المضاف عليها مواد كيميائية. هي اللحوم المشوية مضرة يا دكتور؟ يعني الكباب مثلا مضر، اللحمة المشوية؟ الكباب كلحم مش مضر، انما التعرض للهب، فاللهب بيجي على السطح بتاع اللحمة وبينتج مواد، هذه المواد بتعتبر مواد مسرطنة، اللي هي ايه؟ هيدروكربونات عديدة الحلقات، اللي هي البولي سايكليك هيدروكربونز، زي 3 و4 بنزبيرين. المواد دي بتتكون اثناء عمليه الشوي، جايه من اللهب مش جايه من اللحم. يعني لها جايه من نتيجه تعرض اللحوم الى اللهب. يعني دكتور محمد، يعني انا طبعا لا يسعني الحديث مع حضرتك، ولكن يعني وقت البرنامج دهمني. احنا بنشكر الدكتور محمد مسعود، استاذ تغذيه الانسان في مركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا على هذه المداخله. وايضا بنشكر الساده الافاضل الدكاتره اللي دخلوا معنا في مداخلات سابقه، الدكتور عبد الرحمن عطيه والدكتور نبيه عبد الحميد. مشاهدينا الكرام، احنا هنطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم حلقه النهارده من رايك بصوتك.
مشاهدينا الكرام بنرحب بحضراتكم في اخر فقره من فقرات برنامجنا وهي فقره شكوتك بصوتك، ودي بنتلقى الشكاوى من حضراتكم عن طريق الهاتف او مواقع التواصل الاجتماعي وبنحاول نحلها مع حضراتكم ونوصلها للمسؤولين. هنبدا معاكم من محافظه الاسكندريه الاستاذ السيد السيد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع سعادتك السيد السيد احمد نائب رئيس اللجنه النقابيه لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية المسؤولة عن نظافة الاسكندرية. تمام اتفضل. يا فندم سعادتك احنا شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، احنا النهاردة الشركة تكفلت بالشغل بتاع الشركة الاجنبية اللي كانت شركة اونكس سابقا، بعد 10 سنين بالظبط الشركة طبعا مشيت، المجلس العسكري كلف الشركة المقاولين العرب باستكمال العقد اللي هو كان 15 سنة. العقد اللي هو ساعتك بينتهي في خلال 3 اشهر من النهارده، معانا 5200 عامل، ال 5200 عامل اللي هم اللي شغالين في الشركة النهارده بقالهم 15 سنة. المحافظ الاسكندرية اللي ساعتك اللي هو مشي المسيري كان حاطط في خطته ان هو يجزأ الشركة لخمس او ست شركات. خمس او ست شركات هيتقسموا طبعا كده على مستوى المحافظه، وطبعا بالتالي الموضوع بالنسبه لنا اصبحنا النهارده مش عارفين 5200 عامل، يعني في حد متوسط لو كل واحد معاه ولدين او معاه عيلين النهارده بنتكلم في 25-30 ألف شخص دول بيتشردوا. فاحنا دلوقتي وصلنا بصوتنا لرئاسه الجمهوريه. بتشردوا ليه يا استاذ سيد؟ ليه تشردوا؟ ليه تشردوا؟ معلش معلش عشان مش عارف المشكله، يعني تشردوا ليه؟ يعني الشركه هتتقسم؟ لان تعاتك دلوقتي العقد اللي كان 15 سنه ده انتهى في خلال 3 اشهر. فاحنا دلوقتي مش عارفين احنا هنروح فين وهنيجي منين، والمفترض ان احنا ال 5200 عامل احنا اللي شغالين وشايلين البلد النهارده بقالنا 15 سنه. ومعانا طبعا شركه المقاولين العرب اللي هي نهضة مصر اللي تولت الشركه من بعد ما شيان. طيب ما هو ممكن لما العقد يخلص استاذ سيد يجدد ويبقى برضه، ما هو اكيد الاسكندريه هتبقى محتاجه حد يقوم بتنظيف المدينه او يا فندم. حتى الان يا فندم احنا طبعا المفترض احنا 5000 عامل، احنا الخبره طيب موجوده حاليا دلوقتي، حتى الان مش عارفين الدنيا هتبقى عامله ازاي. في نفس الوقت انا معايا النهارده الناس اللي معايا لما تيجي شركه جديده، هل دلوقتي اللي هيجي الجديد ده هيكلمني في ان انا التعيين الجديد هيكلمني في ان انا اعمل كشف جديد؟ ويبقى في طبعا ناس كتير جدا طبعا اللي تعب طبعا في الشغل 15 سنه سعادتك، ومجال المجال المخلفات سعادتك عارف ان هو طبعا في مشاكل كتير صحيا وبدنيا يا فندم. طيب احنا بنشكر الاستاذ سيد من الاسكندريه، هو عرض مشكلته، انا مش شايف فيها مشكله يا استاذ سيد اساسا، لسه الوقت ما انتهاش، يعني انت بتقدر البلاء قبل وقوعه. طيب معانا الدكتور احمد من اسوان، اتفضل يا دكتور احمد. ايوه يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام. انا يا فندم ليا شكوى عايز اوجه للرئيس السيسي، اقول له حضرتك ان احد الاسباب الرئيسيه لثوره 25 يناير هي التجاوزات اللي قاموا بها افراد وضباط الشرطه. تمام. وانا ليا النهارده اكثر من 53 يوم بشتكي عقيد شرطه اسمه تحديدا العقيد احمد عبد الحفيظ مامور قسم شرطه النجم والمواصلات في محطة أسوان، والراجل ده أنا مش هفتح له هقولها، راود زوجتي عن نفسها وحرضها على الفسق والفجور وترك المنزل، اشتكيته في تفتيش الداخلية، واشتكيته في الأمن العام. أكرر ثاني يا فندم، اشتكيته في تفتيش الداخلية، واشتكيته في الأمن العام، وجئت من رجال الأمن العام بيقولوا لا ده ضابط وإحنا خايفين على مصلحته، ويا ابني ما تكتبش الكلام ده، بيقول أمين الشرطة البيت للتحقيقات ما تكتبش الكلام ده. لجأت لكل مكان ممكن أشتكي فيه، لقيت نفسي إنه موصي كل ضباط الشرطة زمايله وعارفين المشكلة تحديدا، كل ما أروح مكان وفاجئ إن الناس دي تقريبا عايزة تقبض عليا. طيب يعني الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ احمد او يا دكتور احمد؟ على مسؤوليتي. طيب احنا بنوجه طبعا، احنا معانا الجهاز الاعلام والعلاقات والسيد اللواء ابو بكر عبد الكريم، هو بيستجيب على طول لاي مشكله وبيحاول يحلها على طول، يمكن بيحلها بالليل او الصبح ثاني يوم. مع احنا وطبعا الضابط برضو المذكور ليه حق الرد وهو مش معانا، فاحنا طبعا هنحاول نتواصل مع حضرتك. طبعا نمره التليفون الدكتور احمد معانا في الكنترول، واحنا هنتصل بوزاره الداخليه
الدولية من السيد العقيد أحمد عبد الحفيظ، في واضح أنه في مشاكل ما بينه وبين بعض المواطنين في أسوان، وهنحاول نحل هذه المشكلة وهنعرض ما وصلنا إليه من اتصالات مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية. مشاهدينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام حلقة النهاردة من رأيك بصوتك، يا رب نكون قدمنا حاجة مفيدة لحضراتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.